وتنضم إلينا من غزة مراسلة الغد نيفين سليم. نيفين، يعني تطورات سياسية وميدانية يشهدها القطاع، سأبدأ معك طبعا بالتطورات السياسية. الزيارة الرابعة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة في خلال 10 أيام فقط. تحدثت بعض المصادر أن هذه الزيارة تحديدا جاءت لمنع حركة حماس من اتخاذ خطوات تصعيدية بإعادة تفعيل اللجنة الإدارية داخل القطاع. إن كان هذا الأمر صحيحا، يعني مدى صحته؟ وإن كان صحيحا، كيف يبدو تعاطي حركة حماس مع هذه الفكرة المصرية؟ يعني الوفد الأمني المصري الذي جاء إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع فقط يعني 3 مرات، وكانت هناك زيارات سابقة خلال الأسبوعين الماضيين، وخلال 10 أيام الأخيرة كانت هناك زيارات مكوكية قام بها الوفد بين غزة وبين رام الله وبين تل أبيب. هذه الزيارات تحديدا، والتي تكون يعني لمدة يوم أو يومين، يعني الوفد المصري التقى خلالها قيادة حركة حماس، ويوم أمس تم اللقاء بكافة قيادات الفصائل داخل القطاع. هذه الزيارة لها هدفان أساسيان، الأول هو ملف التهدئة وكسر الحصار عن قطاع غزة. تحاول اليوم المخابرات المصرية نزع فتيل التوتر بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وعدم انجرار التوتر الأمني الحاصل على حدود القطاع إلى حرب موسعة، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وفي ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود. والهدف الثاني اليوم هو إعادة ملف المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة في ظل تعثر هذا الملف والاشتراطات التي ما زالت تتمسك بها كل من حركتي فتح وحماس داخل القطاع. حركة حماس لا تنوي تفعيل اللجنة الإدارية مجددا، وكان هذا قبل عام هو الشرط الأساسي للرئيس الفلسطيني للبدء بالمصالحة، وعملت حركة حماس على فك هذه اللجنة والتوجه إلى مصالحة، وتم عقد اتفاق في القاهرة في أكتوبر الماضي. وبعد أن كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله في زيارة إلى قطاع غزة واستهدف موكبه انفجار هنا، يعني كانت هذه هي الشعرة التي قسمت ملف المصالحة داخل قطاع غزة. اليوم المخابرات المصرية تحاول تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس. نيفين، فيما يخص التطورات الميدانية، سلسلة الغارات التي استهدفت 4 مواقع تابعة لكتائب القسام، ما هي أبرز ما نتج عن هذه الغارات؟ الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة أمس نفذت 8 غارات استهدفت 3 مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس. تلك المواقع تقع في جنوب القطاع، في 3 مواقع نيفين فقط، يونس غربي المدينتين، وأيضا في هي 3 مواقع نفذت عليها 8 غارات من قبل الطائرات الحربية. هذه المواقع في جنوب القطاع في مدينتي رفح وخان يونس، وأيضا في شمال القطاع. الجيش الإسرائيلي قال أنها عبارة عن مواقع لتخزين الأسلحة وصناعة الأسلحة، وأيضا هي عبارة عن مواقع تدريب. لا يسمح عادة تصوير الخسائر التي منيت بهذه المواقع بعد القصف، يعني لأنها مواقع أمنية ولا يسمح بالوصول إليها. يعني هذا القصف جاء هو يعني في دائرة الفعل ورد الفعل، هو كان قصف بسيط على هذه المواقع. الجيش يقول أنه ردا على الصاروخ الذي خرج من قطاع غزة نحو منطقة النقب وسقط في منطقة مفتوحة، وهذا الرد هو يأتي فقط في دائرة الفعل ورد الفعل، لم نشهد رد كبير، وهذا دليل على أن إسرائيل اليوم والفصائل كل منهم يريد أن يوصل رسائل إلى بعضهما البعض، ربما للضغط على إنجاز ملف التهدئة الأسرع، خاصة في ظل الوفود المصرية التي تجاهلها. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. مراسلة الغد من غزة، زميلتنا طبعا نيفين سليم. شكرا نيفين.